إلى تركيا مباشرة، إلى اسطنبول ننتقل للقنصل العام اللبناني سعادة القنصل مازن كبارة اللي موجود معنا، لأنه بتركيا من فترة صار في إشكالات بين الجالية اللبنانية وبين السفارة بأنقرة وبين القنصلية بإسطنبول، حتى نعمل فيديوهات نعمل فويسات. نحن لحقنا طرطوشي لأني أنا فت على الخط للمساعدة بعودة بعض اللبنانيين من تركيا أو تأمين لهم المساعدة، فلما اكتشفت أنه في مجموعة هي منا مجموعة طلاب، منا مجموعة ناس مقيمين هونيك، لأني سألتهم شو عم تعملوا، ليه أنتم بتركيا ما رجعتوا على لبنان، بكتشف فيما بعد أنه هني مجموعة خرجت من لبنان لا تهرب بشكل غير شرعي إلى اليونان وفرنسا وإيطاليا، ولما ما قدروا هربوا رجعوا على تركيا، وصار بدهم أنه من الدولة اللبنانية أنها ترجع تردهم. هلأ ممكن حقهم كمواطنين لبنانيين، ولكن لما قلت لهم أنا في ناس بتصور عندهم أولوية أكثر بالعودة كأول طيارة لهني طلاب وناس مرضى وناس انقطعوا، يعني انتوا رايحين هربانين من الدولة ما بدكن اياها هيدي الدولة، يعني في ناس خزقت الباسبورة، بتفاجأ بكم الشتائم اللي توجهت من اكثر من يمكن 100 رقم على تليفوني. انا شتموني ما عندي مشكل، معود على الشتيمة، بس انا ما بفهم مواطن لبناني بدوا من دولته تردوا على لبنان، ما ترك مسبة وشتيمة على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة وعلى رئيس مجلس النواب وعلى الأرزة وعلى الوطن وعلى اللبناني، وآخر شيء قالنا أنتوا اللبنانية كلكم فوق بعضكم زبالة. طيب إذا نحن زبالة شو بدك ترجع تعمل يا خيي؟ خليك محل ما أنت، مش أحسن لك؟ ما في نظافة أكتر هونيك؟ إذا باسبورك منه عاجبك، رئيسك شتمته أو رؤسائك شتمتهم، بلدك شتمته، غير التهديدات اللي هددتونا إياها بمنظمات معينة، أنا ما فهمت كيف 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 صرنا هون بالحديث كله، لأني أنا سألت إنه أنت يا خيي وضعك بيحمل إنك تنطر في ناس أبدأ، خلينا نشتغل على الناس اللي أبدأ اللي مقطوعينه بالفعل، لأنه أنتوا كان لكم فترة قاعدين هونيك، يعني قبل كورونا كيف كنتوا عم تصرفوا؟ كيف كنتوا عايشين؟ على أي أساس؟ ليه فجأة صرتوا بالطريق؟ و يعني من حقكم ترجعوا على بلدكم، يعني انت بالنتيجه رضيت انا ولا ما رضيت، انبسطت ولا ما انبسطت، انت مواطن لبناني وغصب عني انك مواطن لبناني ولك حقوقك، بس انا وقتها كنت الكل اللي عم بقوله انه يا خيي في ناس ابدا اليوم بالعوده، يعني في نسوان مريضه، في اطفال، في طلاب ما عم بيقدروا اهلهم يحولوا لهم مصاري، يعني كل هيدا اللي قلته، فمن دخيلكم ردونا ونحن ما قلنا غيركم، إلى اتهامي بالصهيوني، بالكافر، ما بعرف شو، وشتايم شتايم شتايم ما عاد نخلص، لحد هلأ ماني فاهم السبب، لحد هلأ ما فهمت أنا شو عملت جريمة تا عم بتسبونا بهالطريقة. اتصلنا بالقنصلية والسفارة لنشوف، لقينا ما يعانون منه ماشي قبال اللي يعني اللي أنا عانيت منه مش قد، رغم إنه في تحفظات كتيرة كمان بيقولوا في تقصير مع عدد من اللبنانيين الموجودين باسطنبول وبتركيا. خلينا نشوف مع سعادة القنصل مباشرة شو القصة. سعادة القنصل مازن كبارة، شو عم بيصير عندكم؟ أنا قلت اللي عندي، تفضل سامعك تقول أنت اللي عندك. عم تسمعني سعادة القنصل؟ عم بيسمعني ولا ما عم بيسمعني سعادته؟ يبدو في عنده هيدي عم بتصير معنا دايما، يعني كل شخص معتبر حاله انه هو أولوية ومن حقه، يعني اللي موجود خارج بلده بوضع معين من حقه، بس كمان بده يفهم انه نحن كإعلاميين يعني نحن مهمتنا محدودة، هي هاي اني انا وصل الصوت، بس انا لا في يجيبك ولا في يعني ساعدك، خصوصا بعدين انه اتصلنا بناس قالوا لنا في بعض الاشخاص، انا يعني عم بحكي عن مجموعه معينه صغيره مش كتير كبيره، انه لما ساعدناهم اول مره اعتبروها صارت خوه،
يعني صار بدهم كل مرة نرجع نساعدهم من هار ما بنساعدهم بيعملوا فيديوهات وبيسبونا وبيهددونا. يا خي لا، بدنا نتعاون مع بعضنا، بدنا نحط إيدنا بإيد بعضنا لنعاون بعضنا، واللي بيمد إيده على جيبته ليساعد أول مرة بدنا نفهم إنه هيدا عملها عن كبر أخلاق. هيدا منه مجبور، لا فيه ولا فيك ولا بحدا. اللي بيساعد منه مجبور وملزم، يعني يوما ما إذا نحن ساعدنا مش معناتها أنا بصير مجبور كل يوم بدي ساعد، وإذا نهار ما ساعدت بتحول من يسلموا إيديك ليكسر إيديك ويقطش إيديك، لأنه في طريقة بالتعاطي مع بعضنا لنضل نحن حد بعضنا. بس ما بفهم ليه نحن كلبنانية بنكره بعضنا هالقد؟ ليه عند أول مفرق دغري بنكشر على نيابنا على بعضنا هالقد؟ ودولتنا فيها كوارث، ما بقول لكم لا، بدولتنا في فساد وفي فاسدين وفي تقصير وفي أكثر من تقصير، ويمكن زلونا وهلكونا. بس كمان بده يكون في حرمة لهيدي الدولة بمكان ما، على القليل تجاه الآخرين الناس تحترمنا. الدولة اللي نحن موجودين فيها إذا بدها تسمعنا عم نحكي عن دولتنا بهذه الطريقة، كيف بدها تحترمك؟ كيف بدها تلمك؟ كيف بدها يعني إذا دولتك عم تحكي عنا هيك، كيف الدولة اللي هي أنت قاعد فيها؟ خلينا نرجع لسعادة الأنصل اللبناني مازن كبارة. مساء الخير سعادة الأنصل. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. ما بعرف إن شاء الله ما يكون عندنا مشكلة بالصوت. عم تسمعني؟ أنا عم بسمعك. قلت لك أنا قلت اللي عندي. تفضل يا ريت بتقلنا اللي عندك، شو عم بيصير معكم؟ ليه في نقمة عليكم اللبنانية هالقد بتركيا وعم بيتهموكم كسفارة وكأنصلية إنكم مقصرين بحق الجالية اللبنانية وفي إيده وإجر وفي محسوبيات؟ مساء الخير أستاذ توني، وأول شيء أنا بحب أتشكر التلفزيون الجديد اللي سمحنا نطلع على عندكم على التلفزيون ونحكي لنقول شو عم بيصير عنا وشو المشاكل اللي عم نواجهها. وايضا بتشكر كمان معالي الوزير وسعاده الامين عام هاني شميتلي والسفير غادي خوري اللي كانوا داعمين وكانوا على تواصل معنا دائما ليواكبوا شو عم بيصير. هلا قبل ما فوت بموضوع هذا بس كنت احب اقول في شيء ايجابي صار معنا، هي نحن نشكر الدوله التركيه، تم موافقه على منح 200 طالب منحه عبارة عن 400 ليرة كمصروف جيب ليمشوا حياتهم اليومية لمدة أسبوعين. هيدي من قبل الحكومة التركية، هي الحكومة التركية اللي أعطتها للطلاب بما فيهم الطلاب اللبنانيين اللي موجودين. اللي هي اسمها ياتيب، اللي هي مسؤولة عن تقديم المنح للطلاب الأجانب اللي يدرسوا بالجامعات. بس سعادتك أنا بدي أعرف منك شو مشكلتكم مع المجموعات اللبنانية؟ يعني هذا الكم من الرسائل اللي فيها شتايم والفيديوهات اللي عم بتهجمكم والنزول على السفارة أكثر من مرة والاعتصام قدامها، شو سببه؟ ليه؟ سببه هلا هي القصة إنه نحن من أول ما بلشت قصة أزمة تسكير المطار عملنا خلية أزمة وكان موجود فيها سعادة السفير غسان المعلم، وعملنا هذه حملة، كان عاملين حملة كرامة وطن، وتم استئجار بعض البيوت وحوينا فيهم هدول المجموعة، لأنه نحن كنا قسمناهم لثلاث مجموعات لنساعد أول شيء اللي قاعدين هون بسياحة مؤقتة وانقطعت فيهم وكانوا مضطرين يتركوا الفنادق، فكنا عم نحاول نقدر نأمن لهم بيوت عن طريق الجالية. مشكورة الأشخاص فاعلين الخير. في كان المجموعة الثانية هن الطلاب، نشكر الله أنه دلهم بالدورمات، ما حدا الدورمات ما تسكرت هون. والمجموعة الثالثة اللي هن دول المجموعة اللي بنسميهم نحن اللي كانوا عم بيحاولوا يهربوا على اليونان، لهذه المجموعة نحن تم إسكانهم بأحد البيوت في منطقة إسينيور، وهذا البيت اللي قعدنا فيهم هن كان تقريبا عبارة عن مكاتب شخص تركي بيحب اللبنانيين طوع انه قدم لنا اياه وسكننا فيهم. نحن بنعرف يعني انه وضعهم صعب وبائس، وكان في منهم حالتهم انه ما عندهم صبابيط، اشتروا لهم صبابيط واشتروا لهم ثياب، اشترينا لهم فتشات عن طريق انا لما احكي نحن يعني مش انا لحالي، يعني انا والجمعيات اللبنانيه اللي شاركت معنا. وبعد ما اشترينا لهم الفرشات وقعدناهم فيهم نتفاجئ انه في حدا بيقول لهم انه انزلوا صوروا حالكم بالشارع، قولوا انتم مقطوعين، ما حدا عم بيهتم فيكم، لحتى يعملوا نوع من ضغط. ونتفاجأ انه بعد قصه اول طياره طلعت كانوا مجمعين بعضهم 13 واحد ليجوا يفوتوا عنا على الأنصلية
وبحجه انه هن بدهم يقتحموا يفتحوا باب القنصليه ويناموا بقلب القنصليه، انه الدوله هاملتهم وما حدا سالان عنهم. يعني انا اللي استغربت فيه انه نحن عم نواكب حالتهم ستيب باي ستيب، وعم نبعث لهم حصص غذائيه، وعم بيناموا بهدول البيوت اللي تم استئجارها. اما التصرفات اللي عم بيعملوها كانت غير مبرره، يعني حتى انه انا حكيت مع الهلال الاحمر خصوصي كرمالهم وامنوا لهم حصص غذائيه وكانوا محددين اليوم اللي حيعطوني اياه، لقيناهم فجاه جايبين على القنصليه، وصلوا لعنا وصاروا يخبطوا الباب القنصليه بدهم يفوتوا بالقوه. طلبنا الشرطه، الشرطه اخذتهم بعدتهم، يعني مش اخذتهم، بعدتهم وطلعتهم هذا، وصار في كم هائل من الشتائم علينا. دخل مشهور سامر صقر، اتصل ببعض الاشخاص اللي بيعرفهم، جابهم لعندهم وقال لهم انا يا جماعه بعطيكم تقريبا، اعطاهم مبلغ نقدي مرقوم، انه انا حساعدكم كل اسبوع تعالوا لعندي وانا بهتم فيكم وبحل مشكلتهم. بس نرجع بنلاقي بعد شوي بيروحوا على مجموعه ثانيه، وهالمجموعه الثانيه بتقول لهم خليكم اضغطوا وطلعوا انزلوا على الشارع وروحوا وصوروا حالكم بالمطار. هي بس مجرد عمليه صارت اخر شيء تحولت لعمليه ابتزاز. طيب والحل؟ والحل هودي الشباب بدهم يرجعوا على لبنان. الحل؟ الحل نحن الحل، انا بالنهايه انا موظف عام، انا بتبع اوامر الدوله، امكانياتي محدوده، وهن نحن بنعرف نحس مشاكلهم، بس اذا الحال مش بايدي، يعني هي الدوله بدها تبعت الطيارات، وانت ما عارف استاذ توني انه الميدل ايست بتاعت الطيارات على مراحل، بس في قصه اساسيه هن ما عم بيفهموها هدول الاشخاص، انه عم نقول لهم يا جماعه في كورونا انتبهوا. وصلت حاله المصابين هون ل 89 ألف حالة، يعني وفي حظر شامل صار، وهلأ في كمان لرفع الإجراءات. ورغم كل هذا عم نلاقي إنه مثلا في شكاوي بتجي علينا إنه أنتم ما عم تردوا، نحن قاعدين عم نرد، بس أنا نزلت عدد المصفين لاثنين، أنا وزميلي مساعدي أسامة غندور. بس في خليني كمان أقول أنا ماذا، يعني ماذا وردني من تركيا. عم بيقولوا كان في جمعية اسمها توليب، هي عم تهتم باسم الجالية اللبنانية وعم بتحصل، يعني كانت عاملة مثل لوائح وداتا للبنانيين الموجودين المقيمين الطلاب والعائلات اللبنانية. فجأة السفارة اللبنانية دخلت ناس على الخط، أو القنصلية اللبنانية دخلت جمعيات خاصة عبر محسوبيات وعلاقات شخصية، واستبعدت الجمعيات اللي هي مخولة أصلا العناية بالجالية اللبنانية، مما خلق كمان إشكالية داخل الجالية اللبنانية. لا لا منو صحيح هذا الكلام. اللي صار هي بس هذه قصة اللغط بالنسبة لمنحة الطلاب، هي كانت القصة عبارة عن الحج حسان نابلسي، نحن بنتشكره لأنه هو كان من قدام الجالية وهو قاعد ببيروت، تواصل معي واقترح علي نعمل هذه قصة المنحة الجامعية بواسطة علاقاته ومعارفه مع أشخاص مقربين من نظام الحزب الحاكم، انه بركي نقدر نحن نقدم لها المنحه. فكنا مستعجلين لنأمن الطلاب، كان جمعيه توليب عندها منتسبين لها طلاب جامعيين، هن قدروا بسرعه خلال يومين يأمنوا لي 250 اسم طالب جامعي مع تفاصيلهم وارقام باسبوراتهم وحتى بطاقاتهم الجامعيه. فاخذنا هذه الليسته اللي كانت عباره عن 250 طالب، تواصلنا مع يوتيب وقدمنا لهم اياها وهن درسوها، وهي عباره عن ساعات القنصل. يعني ساعات القنصل هناك من يقول انه في حالات مرضى بين الجاليه اللبنانيه وناس عندهم اوضاع بديتوا عليهم فنانين، عندهم واسطه طلعتوهم بالطياره ورديتوهم على لبنان، وتركتوا ناس بامس الحاجه للعوده الى بلدهم وما حدا اطلع فيهم. لين هي مجموعه كانوا عم بيمثلوا هون من فيلم بده يمثلوه لبناني لتابع للاذاعه خليجيه، كانت هي عم تصورهم. اول ما صار قصه تسكير المطار بيروت كانوا عم مقترحين انه يبعثوا طياره برايفت جيت، والاذاعه التلفزيون الخليجي كان مستعد يامن طياره خاصه تاخذهم كلهم مثل ما هن يطلعوا بالطياره، وهدول اول ناس حكوا معنا وتواصلوا معنا، بس للاسف الشديد ما قدرت امنت الموافقه لطياره خاصه برايفت جيت تيجي تاخذهم.
فكانت اسبانهم هن الاول ناس اللي حكوا معنا قبل ما يبلشوا تطلع الحالات الثانيه. وكان عندنا حاله الاربع عالقين بالمطار اللي كان المشهوره اللي علقوا بالمطار، ما قدروا، ضلينا نتفاوض مع السلطات التركيه، واخر شيء قعدوا بالحجر الصحي لحتى تم حل قضيتهم. نعم. فهدول كانوا موجودين اول ناس اسا يعني من الدي 1 مثل ما نقول. ما صارت المشكله لما سكر مطار بيروت وسكر مطار اسطنبول، ما بقى في طيران بين الطيران التركي. طيب. ولا طيران يعني خلينا نكون شوي صريحين، قد ايه في ايده اجر بالموضوع التعاطي مع اللبنانيين بتركيا؟ يعني قد ايه السياسي عم تلعب دور؟ قد ايه المونة عم تلعب دور عليكم؟ قد ايه انه طلع لي فلان بالطياره وطلع لي فلان بالطياره وطلع لي فلان بالطياره؟ وانت بعدك عم بتقول انه حضرتك موظف وما فيك يمكن ترفض طلب لسياسي او لمسؤول عم يطلب منك انك تطلع له شخص بالمونة على الطياره. لا استاذ طوني، انا حاكي بصراحه يعني كل العباره، انا تقريبا اللي تم تسجيلهم عنا 1099 اسم. من هال 1099 اسم بدنا نسجل 120 اسم. عنا اسماء لعائلات، يعني اذا انت كل عائله عندها 5 افراد او 8 افراد بدك تحطهم، هدول العائلات بسكروا الطياره يعني. نعم. القصه انه انت عندنا لوائح بدنا نحطهم ونحط الاولويات، ونحط هذا مريض. هلا في واحد كمان انا بدي احكي عنه، هو بيت معرباني اللي اتصلوا فينا كرماله اهله، ودغري نحن اتصلنا وكان وقتها حظر شامل كان موجود، وامنا له سياره امبولانس تاخذه على المستشفى. والدكتور وسيم بكراكي اتصل مع الدكاتره معارفه، لانه الدكتور وسيم بكراكي دكتور لبناني بحكم مستشفيات التركيه، وما معارفه دكاتره كمان عرب، وساعدوه وامنوا له الفحص وطلع حرام معه، الله يشفيه، ليبوما كانسر، فصار بده كيميو ثيرابي. هذا الشخص نحن تواصلنا معه وقلنا له نحن لك الاولويه، في عندي عيال ثانيه كمان صاير معهم، فنحن قاعدين عم ندرس وبنحط الحالات وبنقدمها لوزاره الخارجيه، وزاره الخارجيه بتعطينا الابروف. هلا النواب اكيد بيعملوا كلهم مثل كالعاده، بس نحن مش اللي عم ببعثها للخارجيه، الخارجيه هي اللي بتعطي الموافقات. يعني بنحاول نرضي الكل، بس قبل ما حطيت اسماء استثنوني المشكله أنا يعني انا حتى اقول لك في شيء شخصي انا عملته سوسي لهدول المجموعه اللي هن. بس استاذ مازن بدي استاذن سعادتك، وصل لي هلا من تركيا من سيدي رساله، في فينا نسمعها انا وياك على الهواء؟ تفضل. بس شوف اذا ما بعرف عم يطلع الصوت او لك ما عم بسمع شيء. انا ايش حاطه على الميكروفون؟ لحظه صار معي شغله ما قدرت، ما ضاعت معد، بس فيني بس اقول شغله بس. تفضل تفضل لحظه بس. انا حتى هدول اوكي. لحظه بس سعادتك تفضل. المجموعه هذه اللي قلت لك عنهم لحظه سعادتك اسمعني. انا لبنانيه ست لحالي معي 5 اولاد، بتمنى تسمع الفويس استاذتوني. انا لبنانيه عندي 5 اولاد موجوده بتركيا بمرسين، اتصلت بحضرته وقت ما كانوا عم يجلوا اللبنانيه على لبنان، قلت له يا حضرته القنصل انا ست لحالي وجوزي بعيد عني ببيروت وشغل ما فيه ووضعي سيء، انا بحاجه لمساعده. بعت لي ورقه صوره ملف انه انا عبي ملف لحتى انزل على لبنان، وقال بدي ادفع 500 دولار انا وولادي 6 اشخاص يعني 3000 دولار. لما انا بتصل بالقنصل وبقول له يا حضره القنصل انا بالعربي المشبرح ميت الجوع، انا واولادي ما عم يوصلنا قرش من لبنان، ما عم يقدر جوزي يحول لنا مصاري، بيقول لي عبي استماره وادفعي 500 دولار على الشخص لحتى انزل على لبنان. شو ردك على هذه السيده اللي هلا بعثت الرساله؟ ما بعرف مين هي. انا اولا انا مني صلاحياتي مرسين، مرسين تابع لسفاره انقره، سفاره انقره هي. بس عم بتقول انه اتصلت بحضرتك سعاده القنصل. لا انا ما شو اسمه 500 دولار كان هذه التكتات، بس انا مرسين بعيده كثير عن اسطنبول. نعم. كيف بدها تطلع عندي مرسين؟ هلا صارت اصلا مرسين لتطلع كذا ولايه بدها من كل ولي اذن خاص لتقدر توصل عندي على اسطنبول. نعم. المسافه بين اسطنبول ومرسين طيب تقريبا هلا في طياره سنة. في طياره مثلا هلا قريبا تبلغت شيء انه في طياره على اسطنبول؟ لا هلا تبلغت، بعدنا ناطرين، نحن عم نشوف ونتابع معكم رسميا، ما في شيء تبلغنا فيه. طيب انا بدي اتشكرك على اعطائنا كمان هذا التوضيح من حضرتك. اوكي بس في شغله تفضل هي
قصة أنه أنا وقت تواصلت مع أشخاص من رجال أعمال كرمال هدول المجموعة اللي هن أنه مين بيقدر يتبناهم يقطع عنهم تيكت، يعني هذه بمبادرة فردية مني ستدور في كم شخص قالوا نحن مستعدين ندفع عنه. يعني عم بتجربوا يعني مش مهم يدفع تيكت، المهم في طيارة، هذا السؤال. هذه لما كان قبل 27 الشهر كنت أحاول لأنه كان في أمل أنه في جاي طيارة، هلا ماني عارف بعد 27 شو حيصير وأمتى رح تبلش يستنفذوا الرحلات. يعطيكم العافية، ومن خلالك بدي أوجه كمان تحية لسعادة السفير غطسان المعلم. شكرا. كمان بدنا نتشكر أنه كمان قدر أمن وصول السائقين العالقين كانوا على الحدود التركية، وصلوا اليوم إلى مرفأ طرابلس. كمان شكرا لكم. وبتمنى على كل اللبنانيين مش بس الموجودين بتركيا، الموجودين بكل العالم، خلينا نتماسك، خلينا ننسى خلافاتنا الداخلية داخل لبنان ونتماسك خارج لبنان، تنضل قوية ونضل محافظين على كرامتنا وعلى كرامة وطننا. مش يعني إننا نشتم ببعضنا ونشتم بسفرائنا ونشتم برؤسائنا ونشتم بشعبنا، هيدا يمكن بتفشوا خلقكم فيه على 5 دقائق أو 10 دقائق، ولكن هيدا سيسجل عليكم أنه أنت إذا ما فيك خير لبلدك ما راح يكون فيك خير للبلد اللي أنت قاعد فيه، هيك راح ينظروا لك وهيك على راح يتعاملوا معك على هالأساس. اوعى تفكر أنه هني هيك عم تستعطفهم أو عم تضحك عليهم أو عم تستدرجهم ليساعدوك، بالعكس، نحن لما نطلع من تيابنا ومن بلدنا ومن وطنيتنا ومن تمسكنا، حتى لو علقنين ببعضنا بالداخل، حتى لو بنكره بعضنا بالداخل، نحن رح نكون لقمة سهلة للغريب اللي قاعدين عنده، لأنه الواحد برات وطنه غريب، لو وين ما كان بده يبقى غريب. فاصل وبنرجع لكم.